حقيقة المركز الثقافي البغدادي يقع ضمن منطقة بغداد القديمة إن صح التعبير، وكانت في هذه المناطق هناك العديد من القصور العباسية الكثيرة، وبالأساس هو كان رباط صوفي الأمير الأمير سعادة خادم الخليفة المستظفر بالله. طبعا بعد ذلك تطورت ومرت بمراحل عديدة وكثيرة جدا، إلا أنه ما يهمنا أنه آخر ما بني على شكله الحالي هو في سنة 1870 حين قام الوالي العثماني طبعا المعروف هو مدحت باشا ببناء المدرسة العسكرية الرشدية. لذلك هو المركز الثقافي البغدادي تكون من عدد من طابقين، طبعا الطابق الأرضي والطابق الأول، مجموعة من الغرف والقاعات الكبيرة التي كانت مبيتا للجنود والضباط في ذلك الوقت. المدرسة العسكرية الرشدية تخرج عدد من الجنود وغيرها، طبعا تطورت بعد ذلك حتى أصبحت تخرج الضباط. هذه المدرسة بنيت في 1870 مثل ما قلنا، واستمرت فيها الدراسة لغاية سقوط أو انتهاء الحكم العثماني في بغداد وبداية الاحتلال الإنجليزي في سنة 1917، حيث أثناء الحرب العالمية طبعا قبلها تحول إلى مستشفى، ثم بعد ذلك تحول إلى في بداية الحكم الوطني إلى المحاكم المدنية. يعني هذا المركز الثقافي البغدادي أصبح بناية خاصة بالمحاكم المدنية واستمر إلى أكثر من تقريبا 80 سنة إلى نهاية السبعينات والثمانينات، وبقى الناس الكبار يسمونها هي بناية المحاكم المدنية.